خوتي خواتاتي، منين كتابعونا في هذا المباشر مدينة أبي الجعد؟ الجو عادي، ما كاينش الشتاء، الجو ما بردش بزاف. كي داير الجو عندكم؟ لتذكير مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتواجدوا بمدينة بالجعد. كي داير الجو عندكم ومنين كتابعونا اخوتي خواتاتي؟ خليوكم معنا تشوفوا هذه المدينة العريقة. اليوم الأربعاء كتكون شوية عامرة على حسب ما قالوا لي الساكنة هنايا بمدينة أبي الجعد. غادي نمشيو لوسط المدينة وتشوفوا واحد الساحة اللي تيكون فيها واحد الرواج، كتكون عامرة. احنا متجهين للساحة ان شاء الله. الا كانوا الناس من الساكنة ديال ابي الجعد يمكن لكم توجهونا وقولوا لنا فين نمشيو باش كتميز هاد المدينة. بالجعد ما فيهاش الشتاء اليوم. كي داير الجو نتوما عندكم؟ كاين شي شتاء في مدينتكم؟ كذلك خوتي خواتاتي يقولوا لنا منين كتابعونا. انا غادي نتوجه لواحد الساحه هنايا اللي معروفه في بالجعد، كتكون عامره. شوفوا الاجواء كيفاش دايره، كذلك شنو كيتباع في هذه الساحه وشنو اللي متوفر. سنيشة هذه هي مدينة أبي الجعد. سميت هذا الشارع؟ هذا شارع الحسن الثاني بأبي الجعد، يعني وسط المدينة. هذا هو وسط المدينة. غادي نمشيو لجهة سميت هذيك البلاصة الوالي السيد. ممكن تشاركوا معنا غير قولوا لنا سيدي، قولنا سيدي عطينا قولنا فين حنايا. الأقواس، الاقواس. وجهونا راه معايا واحد المجموعه من الساكنه ديال بالجعد. فين غنمشيو؟ اقواس. وصلنا هذيك الساحه اللي عامره اللي بغيت خوتي خواتاتي انكم تساروا معايا فيها، لان سبق لي درت فيها واحد الجوله وعجبتني بزاف. واللي لاحظت هو ان الساكنه ديال هذه المدينه ناس بسطاء ودراوش، والتعامل ديالهم زوين والطريقه باش كيهضروا. يعني هاد السكينة ديال بالجعد عجبوني وعجبوني بزاف. مرحبا بيا عندكم، مرحبا بكم معنا بقناة شوف تيفي. انا غادي نبلاصي هنايا وغادي ننزلو نديرو جولة. خليوكم معايا مشاهدي قناة شوف تيفي. جيب لكم معليش انا هز. خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تيفي في هذا المباشر من مدينة بالجعد، وبغيتكم تساروا معايا في واحد الساحة كتميز بها مدينة بالجعد. بنت لي راها عامرة، خليكم تشوفوها باش عامرة شنو كيتوفر في هذه الساحة. خويا كرير بخير.
يعني سوق على ما بان ليا. سميتها الساحة؟ حنا كنتواجدوا في ساحة محمد الخامس كما كتلاحظوا معنا. كل شيء تبارك الله متوفر فيها، الله يسهل عليهم. أنا نعم متوفر فيها كل شيء تبارك الله، الله يسهل عليهم. كنلاحظوا كاينين النساء تبارك الله مكافحات، الله يسهل عليهم. محمد ميد قال لي سلام الله يحفظك، فين جات هذه المدينه؟ هذه المدينه هي مدينه ابي الجعل اللي كتبعد على مدينه خريبكه ب 53 كيلومتر. وكذلك بشحال كتبعد على بني ملال؟ 50 كيلومتر. كتبعد على مدينه بني ملال ب 50 كيلومتر، بحال تقريبا جات ما بين بني ملال وخريبكه. سامحنا. ربما هذا الشيء كيتخدم هنايا بحال هذا يمكن ياك. ياك ما هذه هي شي الزربيه البجعديه ولا؟ ربما نوصلوا. ما نعرف نشوفوا. لأن كاين داك الشيء تقليدي. السلام عليكم. أنت لالا ديال من هذا؟ ما كاينش مولاهم، بغينا ناخذوا فكرة ربما هذه زربيه علاش كيقولوا البجعديه. لأن حتى هما راه معروفين بهادشي التقليدي. السلام عليكم لالا. بخير؟ ممكن تقولي لنا واش هاد الزربيه الزربيه البجعديه؟ ايه تلقي انا نشوفوها. الله يرحم لك الوالدين. شد معاها واخا، غير بغينا غير نشوفو. تصوري هانيه الى بنتي؟ الى بنتي معنا؟ لا ما تبانش، بغينا نشوفو. هذه الزربيه البجعديه. هذه البجعديه. خليكم معنا متتبعي قناه شوف تي في، كما كتلاحظوا معنا هذه الزربيه البجعديه. شوفوا تبارك الله كيفاش كيبدعوا. تبارك الله عليهم. وشحال الثمن ديال هذه؟ 16 800 درهم. الثمن ديالها 800 درهم. شحال فيها لالا؟ شحال فيها؟ 3 متر. 3 متر على 1.5. 3 متر 3 متر على 1.5. قالت لينا ب 800 درهم. تبارك الله عرفتي غليظه وزوينه، وهذه هي الزربيه البجعديه. تبارك الله عليك لالا، الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم وتبارك الله عليكم. كاينه شي ديال بجعد نيت، شي حاجه اللي كتمتاز بها بجد. حنا بغينا نعرفوا بهذا الشيء اللي كاين في هذه المدينه. وسمحي لنا لالا حتى الى عذبناك، بغينا نتعرفوا على هذا الشيء اللي كيتوفر في هذه المدينه. تبارك الله يعني لسيد بموزون، هادشي كلشي صناعه بالجعديه. تبارك الله عليكم. كما قلت لكم لا 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 ما كنشدكش انا ماذا بيا غير توريني ملي ما بغيتيش تباني. لا نحترمك. هادي حتى هي هنا كتصاوب. هادي حتى هادي معروفه هنايا بالجد. اش تقولوا لها؟ بزاره. هادي ديال هادي ميزار الناموسيه. ديال الناموسيه. شحال كيديروا هادو؟ تيديروا 12000. 12000. تبارك الله عليكم. معروفين النساء ديال بجد تبارك الله بالحداقه ديالهم، الصناعه التقليديه. هادي راه كلشي هادشي بالبيت. نعم داكشي. خوتي خواتاتي اللي بغى شي حاجه، حنا كنتواجدوا هاد السلعه هادي كتواجد بساحه، سميتها الساحه الخامس محمد، ساحه محمد الخامس في بجعد. هنا تبارك الله كاينين النساء. هاد السيده هادي عندها هادشي متوفر، يعني صناعه تقليديه بجعديه 100%. مزال تبارك الله عليك لالا، الله يسهل عليك، الله يجيب لك التيسير، الله يجيب لك التيسير. خليكم معنا متتبعي قناه شوف تي في. خليكم ديروا معنا هاد الجوله في هاد الساحه هادي، متوفر فيها تبارك الله كاع السلع. وكما لاحظتوا معنا كما قلت لكم بان مدينه بجعد كتمتاز بالزربيه
بالجعدية يعني كيصاوبوا داك الشيء تقليدي تبارك الله عليهم. النساء هنايا اللي لاحظتوا النساء مكافحات هما اللي كيبيعوا تبارك الله هاد الساحة عمرة بالعيالات تبارك الله هما اللي خارجين وكيبيعوا اختاروا انهم يجيبوا لقمة العيش ديالهم بالحلال. تحياتي لكم تحياتي للنساء البجعديات. تبارك الله البساطة والاحترام يعني في الساحة كل شيء تبارك الله متوفر. معينات بيجامات سخان ديال البرد ايوب قال لي جيتي تاني لبنت بجاد عقلتي عليا. وانت انت ايوب اللي قلتي لنا اول مره نجيو لبجاد احنا جينا مرحبا بينا عندكم. انت طلبتينا نجيو لبجاد شحال مره قلتي علينا وجينا المره اللي فاتت ربما تلاقينا. الاخت مريم بري قالت لي الله توحشت بجاد. يا مريم يعني انت يا من مدينه بجاد خليك معنا وتساري معنا في مدينتك. الحماس اش كيقول له طيب وهاري طيب وهاري الله يجيب اليوم التيسير تي داك الحمص اللي كيكون مالح وفيه الكمون مع البرد تيكون بنين. تمر تبارك الله نشوفوا الأثمنة ديال التمر تايا ناخذوا الأثمنة ديالهم. شو تفيدك مالك فين القرايب راه هذا زوين. هذا خويا شحال الثمن ديالك؟ هذا 30 درهم. هذا 30 درهم. منين كتجيبوا هذا التمر؟ الرشيدية. هذه التمر ديال الرشيدية متتبعي قناة شوف تي في. تحية للناس الرشيدية. التمر ديالكم وصلات مدينة بجاد. وانت من الرشيدية؟ تشرفي. تبغي تدوز معنا في المباشر قناة شوف تي في؟ معنا هذا السيد من مدينة الرشيدية وجا لمدينة بجاد تبارك الله تيسوق السلعة ديال مدينته التمر. واش انت ساكن هنا سيدي ولا جيتي؟ ما ساكنش هنا. البلاد الرشيديه. البلاد الرشيديه وجيتي يعني دابا غير كتبيع وتشري هنا؟ كنبيع ونشريو هنا دابا وكنشوف بحال كاين شي بيع وشرى هنايا؟ الحمد لله اختي اللهم لك الحمد. كي جاتك مدينه بجاد؟ بخير الحمد لله. ناس وسطاء زوينين. اللهم لك الحمد. ياك. الحمد لله. شنو تقول للناس مدينتك راه ربما غادي يتبعونا وغادي يشوفوك؟ نقول لهم الله يسهل عليهم ويعاونهم. والحمد لله على هذا الخير ديال البلاد هذا الحمد لله. يعني شنو تعطي النصيحه للشباب اللي كاينين تما في مدينه الرشيديه اللي كنعرفوا كاين مشكل ديال الشغل ديال شنو تقول لهم؟ يقدر اش نقول لهم؟ خصهم يخدموا على راسهم والمنتوج ديالنا الحمد لله راه زين الحمد لله. والانسان ما يبخلش يخدم على راسه باش يكون مستقبل ديالو. تبارك الله عليك. الله وهذا الشيء اللي معروف على وليدات الرشيديه. تحيه لك خويا والله يسهل عليك. الله يجيب لك التيسير. هذه الحلوه تتصبغي في بجعد. هذه الحلوه خاصه. حلوه ديال بجعد يعني معروف تيقولوا الحلوه البجعديه. هذه حلوه معروفه بجعد. هذيك اخويا مناش كتهز شحال الثمن ديالها؟ 400 درهم. لا شحال الكيلو ديالها؟ شحال الكيلو؟ 400 درهم. 420 درهم. الحلوه البجعديه الثمن ديالها 20 درهم. ثمن جمله. ها؟ ثمن جمله. ثمن زوين الجمله. تبارك الله الله يسهل عليك. كاين شي رواج كاين شي حركه. الله يدير لك اخويا البركه. الله يسهل عليك. ماما
محمد الشطيري توحشت بالجعد. يا سلام، معنا الناس ديال بالجعد وتوحشوا بلادهم، وانا حنا كنساريوهم في مدينتكم. شوفوا هاد الاقواس هادو، عرفتي حسوني بحال هاد البناء بحال هكا شكال، تعجبني. نعم، ممكن خويا تجي هنايا جنبي غير حكي لينا، حكي لينا، عطينا معلومات على بزاف، عطينا معلومات غير قول لي، ولا قول لي انا ونقول شنو كاين، شنو كاين، يلا قول لي شنو كاين في بزاف، طيب قول لي انا ونقول بالجعد. قال لي فيها القلالة، القلالة هي داك الشيء ديال الخزف، داك الشيء ديال الطين، صناعة تقليدية. ها النجارة الصباغة، كاين الصباغة يعني الجير. اها الزربية كما شفنا، يعني الزربية البجعدية كذلك راها معروفة خدمة متقونة وشي حاجة اللي هي واعرة واعرة. تحياتي أبو إلياس، تحياتي من الإمارات، سلمي على ناس بالجعد، حتى ناس بالجعد. خويا أبو إلياس كيبلغوك السلام، ربما بالجعد واش مدينتك أبو إلياس؟ منين ندوزو له؟ كاين الطريق، نرجعو نيت من نفس الطريق، نرجعو من هنايا ونمشيو لديك الساحة. عاد غندخلو للساحة مزيان. إذا خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في، غادي ندخلو للساحة جهة بوعبيد الشرقي، ياك جهة بوعبيد الشرقي. نجي لهنايا ونشد. قال لي ابو الياس مدينتي، ابو الياس كاين في الامارات، شتي انت من الامارات، شوف تي في كتساريك في مدينتك. الله يردك اخويا لبلادك بخير وعلى خير، وتلقى احبابك بخير وعلى خير. مدينة بالجعد مدينة عريقة وناسها ما شاء الله بساطة، يعني في هذه المدينة مدينة بسيطة وناسها بسطاء طيبين بزاف، فيها الأمان. صلاح صلاح تحية أختي نادية من بولانوار، تحية خويا صلاح، كي داير صلاح لبس عليك، تحية لك من بالجعدة صلاح حتى البولانوار. وسلم لي على السي محمد وقول لي الله يشافيه ويعافيه. بشير من إيطاليا، السلام لي أهل جعيدان. بالجعد كيقولوا له جعيدان يعني شنو بالجعد؟ أبي الجعد يعني، وبالجعد رديتوها جعيدان. واخا سيدي ندوز من هنا، ها واخا ايوب مجتهد بين الميكرو ديال شوف تي في باش يعرفوك بنادم ويتفاعلوا عندك ويجيو عندك. ما درتش الميكرو ولكن معايا الطاقم، راه هازين معايا الميكرو، يعني دابا انا ما خدمتش الميكرو مع التليفون، لكن راه كاين معنا اللي بغى يجي عندنا مرحبا به، اللي بغى يتواصل معنا مرحبا. هذه هي الساحه اللي قلت لكم خليوكم معنا، هذه هي الساحه سميتها الحسن محمد الخامس، ساحة محمد الخامس. هنا فين كيبيعوا يعني الناس هنا كترزق باب الله، الله يسهل عليهم جميع. واش كتكون ديما عامرة ولا غير اليوم الأربعاء؟ كثر هاد الساحة كتكون ديما عامرة، ونهار الأربعاء كتكون أكثر. يسخر
عزيز اي تعدي تحيه من امريكا، تحيه متبادله سي عزيز، وتحيه لك من ابي الجاد. بلاتي العيون سلام قال لي انتم الناس كل واحد والسلعه اللي عنده كل واحد والطريقه باش كيصور لقمه العيش ديالو الله يسهل عليهم. شوفوا الرخلات شي قال لك 10 دراهم اي حاجه بغيتيها هنايا جاكيطه سمعتوا بالعزله بالعزله تريكو 10 دراهم جاكيطه 10 دراهم اي حاجه بغيتوها هنا 10 دراهم 700 ريال 700 الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم. العيون السلام قال لي بغيت نجي ليها واش كاين شقق مفروشه. واخا غادي نسول لك السيد اللي معايا من بجات. اجي قول اجي قال لي واحد من متتبعي قناه شوف تيفي قال لك بغيت نجي لمدينه بجات واش فيها شقق مفروشه. ربما يمكن كاينين كاينين تيكريو الناس اوتيلات ولا شي حاجه. لا الاوتيل ما كاينش لي زوتيل ما كاينينش هنايا في بجات، لكن كاين شقق اللي ممكن انك تكري هنايا. شكون داك ليفينمون ديال الموسم؟ شكون في شهر 10 شكون الناس تيكريو المنازل ديالنا؟ نعم هنايا تيكون الموسم ديال بجعد المعروف وكيكونوا هنايا يعني الناس راه كتجي تقريبا من جميع المدن المغربيه، وكاين اللي تيجي حتى من خارج الوطن باش يحضر لهذاك الموسم ديال بجعد. وكاين الدور تيتكراو وكاينين البيوت اللي كيتكراو كيكون تيكون هنا واحد النشاط اقتصادي في البلاد كتنتعش المدينه. قال لي سيري للزناقي اللي ضيقه سولي على سبع قناتي ولا سقاقي غنمشيو ليها. واخا احنا غادي نمشيو معايا ولد بجاد هو عرفها وغادي يديني لها ندير واحد الجوله. نتمنوا غير كونيكسيون تشد لينا في الزناقي لانه سبق لي دخلت واحد المره في الزنيقات وما كتشد لياش كونيكسيون. المهم خليوكم معنا يربي يسهل على هاد الناس. كل واحد جا وحط السلعه ديالو وكل واحد باغي يدي عشاتو لوليداتو الله يسهل على الجميع يا ربي. درب غزاونا فين درب غزاونا هنا ورا معانا الناس ديال بجات تبارك الله متبعين معانا وكنساريوهم في مدينتهم وكنتسارو حتى حنا معاهم. حتى انا راه كنتسارى معاكم مشاهدينا. قال لي عيب ما يكونش الفنادق في مدينة تاريخية كأبي الجعد تخرشيش هو اللي قالنا عيب. إذا كنتمنى ربما حيت مدينة يعني بسيطة راه ربما ما كتعمرش بزاف غير في الموسم ياك بتكون المدينة عامرة بزاف في الموسم. شوفوا معايا هذا المنظر حنا غندخلوا. قلتوا لي الدرب ها هو هذا درب الغزاونا حنا غادي ندخلوا ليه. المهم نتوما وزهركم واش تبقى شاده لنا كونيكسيون في الزنيقات. شوفوا معايا انت اللي وصلتي انا شوفي وعطينا شي كلمة انت اللي وصلنا هادشي. شوفوا شوفوا غادي نفضحك المشاهدي قناة شوف تيفي معانا الشاب قسطال هذا هو الاسم ديالو قسطال اللي رسم هاد اللوحة الفنية. مرحبا خويا شتي حنا عندكم الله يبارك فيك اخويا مرحبا بك. تقول لنا شي كلمة تقول تبان معنا في المباشر. مرحبا خويا المباشر اخويا عمر انت اللي داير هذا الاستاذ صبحي هذه ديال وهذه الاستاذ صبحي هذه الاستاذ صبحي تحيه ليك الاستاذ صبحي فينو تحيه ليك الاستاذ صبحي على هذه اللوحه الجميله وتبارك الله عليكم ما شاء الله على وليدات بجد. وهذه ديال الاستاذ قسطال تبارك الله عليك. شنو
بغيتي تزوجي بنتي؟ صور انتي ماماها 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 انت قالت انها دوز انت ماشي مشكله انا تبعاتكم هذه وقلتي حدا ماما لان انا ما نبانش انت ما تبانيش ولكن انت ماماها كتسمحي لي ندوزها انا ماشي مشكله اختي ماشي مشكل واخا بنت هاد البنيه جات هي وماماها وقالت لي بغات دوز معنا قناه شوف تي في يعني بالاذن ديال ماماها مرحبا بكم بغاو الوليدات يدوزوا معنا مرحبا بنتي شنو بغيتي تقولي لنا نعم بنتي مرحبا بك الجنه يحفظك ليا شتي تبارك الله على وليدات بجعد كي الكبير كي الصغير هاد البنيه جات مع ماماها وقالت لينا مرحبا بكم في بجعد وهاد الكسكوت وهاد الكسكوت راه حنا كنصوروا بالاذن ديال ماماهم ديرنا باي 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 ماما شدة بارك الله فيك بارك الله فيكم شكرا لكم ولله يخطيكم والله يحفظ لك وليداتك ها دخلي للشوف تي في لا فاز لا شوف تي فاز شوف تي في دابا دايز لايف راه مباشر تمشي تلقاي دايز شوف تي في لا فرنسي فرنسي مرحبا اختي بارك الله فيك الله يخليك وليداتك الله يبارك فيك ابو الياس قال لنا تحيه للاستاذ صبحي والسي الشرقاوي حنا كنقول لهم تحيه لكم وكذلك الاستاذ قسطان هو اللي دار هذه اللوحه واخا يلا خليوكم معنا حنا غادي ندخلوا لدرب غزونا درب غزونا طلبتونا اننا ندخلوا تبارك الله هذيك البنيه عجبتني جات قلت لكم مرحبا بكم في بجعد ما شاء الله الله يحفظها من صغرهم تبارك الله كيتعلموا الاداب الاداب والكرم هذا قالوا لينا بان الاسم ديالو بوكر اشهر عطار هنايا بجعد ابو الياس قال لك تحيه لجميع الفنانه بالمدينه ابو الياس اللي كاين في الامارات قال لك تحيه لجميع الفنانه اللي بالمدينه حنا دابا كنتواجدوا للتذكير للتذكير متتبعي قناه شوف تي في حنا كنتواجدوا بمدينه ابي الجعد الاستاذ صبحي الاستاذ صبحي تقشر هذا الشيء ياك الرطوبه الرطوبه انا الحروف الحركه الالوان والحركه الحروف تهدي الاستاذ صبحي تحيه له الاستاذ صبحي من هذا المنبر تحيه لك الاستاذ صبحي وكنتمنوا ان شاء الله نتلاقاو بك ونشوفوك حدا اللوحات ديالك اللي بمدينه بجعد نرجعوا نكملوا ونمشيو صافي هذه هي درب غزونا راه شافوها ما كرهناش ان شاء الله نرجعوا لمدينه بجعد ونتلاقاو مع الاستاذ صبحي كما شفنا هاد اللوحات ديالو شكون الاستاذ الاخر اللي الاستاذ قسطال والاستاذ صبحي هما اللي شفت دابا اللوحات ديالو تحيه ليكم وكنتمنى مره اخرى نرجع لمدينه بجعد ونتلاقى معكم حدا اللوحات ديالكم اللي درتو بصمه في مدينه بجعد وفي الاحياء البجعديه حسن قال لي يا فين هذا الشيء حنا خويا كنتواجدوا بمدينه بجعد وبالضبط في درب غزونا توجدوا في مدينه عريقه نشوفوا هذه اللوحه كذلك هذا البلاصه كانوا فيها اليهود وها الرمز ديالهم هذه البلاصه اعطاني الاخ معلومه قال لي كانوا فيها اليهود وهذا الرمز السقف ما فاش كيبان مزيان هي هي باينه مزيان النجمه كانوا هنايا اليهود
كذلك هذه هي اللوحه ديال الاستاذ صبحي. الاستاذ صبحي كنتمنى وكنتمنى نتلاقاو معاك انت والاستاذ قسطال، لان لاحظنا بانكم زينتوا الدروبه ديال المدينه ديالكم. كنتمنى وشرف لينا شرف لينا نتلاقاو مع اساتذه تبارك الله اللي عندهم غيره على المدينه ديالهم ودخلوا الاحياء داروا فيها هاد اللوحات الفنيه ما شاء الله عليكم. مريم بريقت لي تحيه لك وشكرا، تحيه متبادله لك اختي مريم ولكل مشاهدي قناه شوف تي في كاع اللي كتابعونا. خاصك تزوري جماعه الرواشد، مرحبا، غادي نسول فين جات ان شاء الله. علاش لا حسن، حسن سوي سوي الحاس والتيفين اخويا، حنا كنتواجدوا بمدينه ابي الجعد اللي كتبعد على مدينه خريبكه ب 53 كيلومتر، كتبعد على مدينه بالجعد على مدينه بني ملال ب 50 كيلومتر. حنا كنتواجدوا وسط المدينه، مدينه ابي الجعد مدينه يعني عريقه وجميله بناسها وبتقاليدها، ناسها كرماء تبارك الله. غير بنيه صغيره تلاقينا معها وبقات كتقول ماما ها بغيت ندوز، ما بغيتش ندوز ديك البنيه الصغيره، لكن الام اصرت قالت لك اختي غير دوزيها، يعني دوزناها بالاذن ديال الام ديالها. ملي عطيناها الكلمه تصوروا البنيه الصغيره شنو قالت لينا، مرحبا بكم في بالجعد. ما شاء الله ما شاء الله، يعني من الصغر كيتعلموا الوليدات وكيربوا وليداتهم على الاخلاق وعلى الكرم وعلى الضيافه وعلى ما شاء الله. الله يحفظ لك. كان عندنا الحظ نقدروا نلقاو الاستاذ صبحي في الورشه ديالو. نتمنوا. قريب ديال الاقواس باش تمتاز المدينه. هاد الاقواس يعني معروفه بها المدينه. قريب فين ولا حتى نخليو مره اخرى؟ قريب. معايا الاخ من بالجعد قال لي الا كنا محظوظين نقدروا نلقاو الاستاذ صبحي في الورشه ديالو. الاستاذ صبحي هو اللي شفنا كاين. نتمنوا. لاحظوا دابا راه كاين كاين شبان ليا غير خليوكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في. غادي نمشيو للورشة ديال الأستاذ صبحي وهو راه ما عارفش حنا جايين عنده غير بالصدفة. مشينا لهذاك الدرب غزاونا ولقينا دوك اللوحات. داك صديق عليك اللايف مع شمرين وانت. السلام عليكم، هذا هو الأستاذ صبحي. وهذا الأستاذ صبحي. هذه هي الورشة ديالك. هذه هي الورشة ديالك. أستاذي. التحق بالورشة. التحق بالورشة ديالك، راه جيت أنا ومتتبعي قناة شوف تي في. شافت الجدارية ديالك قلت لك شي حد الحظ غنقدروا نلقاو في الورشة ديالك. وجدك نيدا معايا شي اصدقاء لا غير هنا، غير وقف غير هنايا، بغينا غير نتعرفوا عليك. شرف لينا نتعرفوا عليك استاذ. مرحبا، واخا ما شرفتونا ما والو. شفتي معاك اللايف ولا حيد ديريكت بعدا وهذا راه اللايف مباشره. راه جيت من شفنا اللوحات ديالك اللي في درب غزاونا، عجبونا تبارك الله، وقريت الاستاذ صبحي وراونا الورشه ديالك، شرفنا بمعرفتك. انت على المباشر مع قناه شوف تي في، شنو تقول لينا استاذ؟ مرحبا بكم في مدينه بالجعد، انتم في الاستضافه ديال الفنان محمد صبحي من مدينه ابي الجعد، والورشه ديالي راه هي هذه كما تشوفوا. مادام بيا دخلت ديري شي دوره هنايا. نعم بك. نعم، وهذا شي شرفني وشرف ليا وشرف لمدينتي وشرف كاع الفنانه ديال مدينه ابي الجعد، وشكرا لكم. الله يكبر بك استاذ تبارك الله. مرحبا تبارك الله عليك، يعني راه غير دوك اللوحات اللي شفنا في الدرب يعني هما اللي جابونا لعندك نقلبوا عليك وجينا لك التحيه. هذا يشرفنا تبارك الله. حنا دابا كنتواجدوا متتبعي قناه شوف تي في، كنتواجدوا بالورشه ديال الاستاذ صبحي. هانيا نصور ندخل. بسم الله. شوفي صدقنا، شوفوا ما شاء الله شنو مخبيه لينا بالجعد. شوفوا الفنانه اللي
اللي مخزونين في هذه المدينة العريقة من الكويت. أحييكم وأحيي ناس أبي الجعد ابن تغسالين خنيفرة دريس، تحييكم ناس بالجعد. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله هاد اللوحات ديال الأستاذ صبحي. فنان، فنان مخزون في مدينة أبي الجد. ما شاء الله ما شاء الله. استاذ صبحي، الصوره ديال المغفور للحسن ديال واحد الاخ هو اللي تيصاوب له، واحد الصديق ديالي هو اللي تيصاوب له ديال لي صور. تبارك الله عليك. في صوره المغفور للحسن الثاني، ماشي الاستاذ صبحي قال لي ديال واحد الصديق ديالو، تحيه ليه تبارك الله عليه. صديق ديالو، صديق ديال الاستاذ، هو ابن مدينه واتزم، ابن مدينه واتزم، تحيه ليه. تبارك الله عليكم بالجد. خزنة عندها فنانة. الحمد لله. ما شاء الله. تشرفنا ما شاء الله، تحنا تشرفنا بك أستاذ. شكرا. تشرفنا بك وتشرفوا بك متابعي قناة شوف تي في. الله يكبر بك سيدي. تحية متبادلة، الله يكبر بك. انهي صافي. إذا إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في كنجيو لنهاية هذا البث المباشر من مدينة أبي الجعد. إلى اللقاء.